واليوم تاع الباك. روح ريفيزي لك شويه قبل الباك. روح متى وليد خرج تشوف. شكون خرج تشوف هذا ما خالك؟ ما تعرفش خرج تشوف راح تجوز الفيزيك؟ خرج تشوف مخترع الديناميت ولا الكهرباء. اسمح لي ما نعرفش قدك انا في الفرنسيه ولا ما نعرفك انت وارستو هكا نابغه ان شاء الله. اصبر وليدي اصبر، ما راه لي الحل باش نجوز. هاك شرب شويه تحليب المعز هذا وليدي مليح للذاكره. والحوايج هذو ولاو دي موضي بزاف، درك ولا كاين دواء سبيسيال في الذاكره يرجع لك الذاكره تاع قبل الميلاد. خرطي في خرطي العام كامل وانت راكده ومكسل، ومن الاخر تشرب حبه دواء ترجع لك الذاكره. وشنو هذو مهلوسه تاع ولد الحرام؟ هاك شرب حليب المعز وادعي لي يا وليدي. اي خلاص مر علي الحال نروح. اصبر عليه مقلق هذا، هاك كل شويه تاع الزبيب واللوز هذا وليدي يخليوك تكونسونطري مليح في الامتحان. ما نحبش اللوز اما شوف لي اذا كاين بيستاش تما نموت عليه. بيستاش؟ بيستاش انا ما كليتوش يا ولد الحرام. روح تجوز، روح تجوز والله ما تشملك ديجا. روح ها خليني نروح اما باش نشد بلاصه قدام امين نجيب معدل 18. ما تقلقش روحك يا وليدي، كل واحد يريح ببلاصته على حسب لا ليست. بلا ليست ما مازال كاين حليب الماعز. هاتي حليب الماعز هاتي. واش درت فيها وليدي؟ عمرت الورقه ما درت كل شيء صحيح. كيفاش خرجك السؤال الاول؟ السؤال الاول ما خرجي ناقص 17. بنت مالكه خرج لها ناقص 1. خلينا من السؤال الاول، الثاني درتو صحيح. واش خيرت السؤال الثاني؟ خيرت الجواب الثاني اما راك سر بلي خيرت الجواب الثاني يا وليدي. ني شفت صحيحه وليدي، نورمالمون الا ما كذبنيش ربي الاجابه الاولى هي اللي صحيحه. السؤال الاول والثاني ما يحطوش عليهم بزاف، صح كامل الرياضيه ادماجيه، نقلتها من عند صهيب ولد حفيظه يجمع 19 اما نقلت من عند صهيب وليدي. ماشي هذاك اللي شدوه خساوها؟ مازالت علوم اسلاميه ما نعوض بها. مازالت ما مازال كاين الزبيب طار الحمامه وليدي. وحبيت نقول لكم بالتوفيق لكل طلاب شهاده البكالوريا، ان شاء الله يا ربي ينجحكم. والفيديو هذا مسبونسوري من ابليكاسيون جات انستا. ابليكاسيون جات انستا هذه تعاونكم بزاف باش تجيبوا لي زابوني ولي جام لي كومونتير الانستغرام تاعكم. كيفاش تطلعوا لي زابوني ريال حقيقيين وباطل صاي باطل عليكم، غير تدخلوا هنايا لللينك اللي تحت تلقاو الابليكاسيون تيليشارجيوها. مبروك عليكم الشهره، يبقاو على خير صاي. ما تنساوش هي تحت ما تنساوش، ولا دخلوا انستغرام تلقاوها في لي ستوري. باي باي، سلام عليكم.